classes, including all the art materials and the brushes and stand. أي كل شيء يعني متضمن هاي. خلينا اليوم نبلش بالدرس الرسم. والخبر الثاني اللي ما كتير منيح لألكن إنه يمكن نوقف دروس الرسم الأونلاين ولا شو رأيكن؟ إنه I know إنه يمكن في ناس إنه بلشت تتابع مثل العادة دروس الرسم وبلش وياخد شعبية أكثر من قبل، بس لضيق الوقت مثل ما بقولوا بالصيف الأولاد كلهم معطلين وكتير صعب إنه I have to manage between رسم ودروسي ولوحات ودروس الفيزيكال، عرفتوا كيف؟ فميبي يمكن أعمله، أنتوا قولوا لي، يا أعمله مرتين في الأسبوع يا قصدي مرتين في الشهر يا أما بلا أبدا. خلاص ما بعرف، ميبي رح نعملها. أنا كمان يعني مبسوطة بدرس الرسم هون، كتير متسلى يعني. Maybe twice a month, okay, لوحتين بالشهر. أو I'll try my best. والله ما بعرف، ما بقدر أوعدكم، بس عم بقلكم من هلأ عشان ما نقدر نعملها ثابتة وبعدين ما أقدر أزبط. يلا اليوم الدرس، على فكرة ما عملت تصويت وكان الدرس يعني الخيار الوحيد، مشان ما حدا يقول لي هاي البينتينج وهي البينتينج، لأنه كتير عبالي أرسم هاي اللوحة وهذيك المرة ما حدا صوت عليها، which is this one. It's watercolor paint. Watercolor you need brush, water and watercolor tubes. اللي ما عنده watercolor tubes اللي هن هيك شكلهم، أوكي هيك شكلهم، دقيقة أفرجيكم شكلهم. أوكي هدول watercolor paint، بيكونوا tubes، بيجوا بأي محل من أي سوبر ماركت من أي مكان فيكن تحصلوهم، أو إذا بدكن فيكن تجيبوا الحجري هذا اللي بيكون مثل الباليت، كمان فيكن تحصلوهم. Anyways your painting are very beautiful. Thank you so much. Thank you لتشجيعكم، وإن شاء الله دايما رح نعمل painting أحلى وأحلى وأحلى. خلينا نعمل مع بعضنا كمان. I don't want إنه بس for me to do painting and enjoying doing painting. بدي إياكم أنتوا كمان تعملوا وتبعتولي بس تزبطوا الأموركم. So this is the painting. Basically ما في عنا sketching، بتلاقوه بالستوري عندي. اللي ما عنده إياها روح على الستوري تبعيتي ياخد السكرين شوت، يلي هي منظر طبيعي بس purplish. I think it's Japanese paint or Japanese art. أنا شايفة باللوحة أزرق وشايفة pink وشايفة purple وريد وشايفة ريفلكشن كتير حلو، والحلو انه الالوان شفافة وكتير نظيفة. هذا الشيء لازم كتير نشتغل عليه، انه حلاوة الووتر كولر is this one، انه it has to be very clean and transparent colors. Okay so my tip for you for today، مشان the water color as you know we're gonna use a lot of water. So I put scotch tape around the canvas or the paper اللي انتوا عم تستخدموها. حطيت scotch tape. I taped it all around. ليش؟ لأنه لما بنحط مي على الواتر كولر اللوحة بدها تلف هيك لفوق، هيك ما بتلف ومنحافظ عليها. هيا يلا بدنا كمان أقلكم على شغلة مهمة، إنه بدنا purple color وبدنا مين ما عنده purple، إذا حدا عم تتابع معي قولولي إذا ما في عندكم purple. بدنا كمان purple color وبدنا violet. هلا في فرق بين ال violet وال purple، هذا على شوي شايفين انتو الفرق، هذا على pink اكتر، هذا على ازرق اكتر. اوكي في كتير فرق بيناتهم. بدنا تستخدموا، بدنا نستخدم الاثنين وبدنا نستخدم الازرق. So this is the painting اللي لازمينا، ورح نستخدم الفان brush بس ادور عليها. ايوه وما لازمنا اليوم هاي، وما لازمنا اليوم شو اسمه، ما لازمنا ماركر ولا لازمنا سكتش. اوكي اي ام سينج سو ماني بيبل ار ان اند اوت، يا تعوا يا روحوا ام جوكينج. اللي عم يحضر الرسم بس جست فور انجويينج، خلي كل شوي يدخل ويرجع يطلع يشوف شو صار في البينتينج، وهوبفلي انه ذس تايم البينتينج رح تتسجل، لانه مسجله مرتين على اليوتيوب وعلى الانترنت. لانه لاست تايم هذاك الاسبوع ما بعرف اللي حضر واللي عارفان انه اللوحه والدرس بعد ما ضليت ساعه عم بشرح فيه راح للاسف عمل مثل انستغرام شيء وطار الدرس. رح احط لكم على
على على شيء فاضي. خلاص let me use this one, okay? Violet, مثل ما قلت لكم هذا اللون. وراح احط still watching you. Sneaky. Okay. وهاي hope you paint also, not only watch. إن شاء الله next time paint. هذا اللون يلي هو violet. قلت لكم الفرق بيناتهم, واحد على أزرق أزرق وواحد على pink. وهذا الفتايلو بلو, أو فيكن تجيبوا الفتايلو, فيكن تجيبوا ultramarine ما بيأثر. رح أجيب الالترامارين, it's أحسن. الالترامارين بلو it's هو لحاله purplish بلو, أنتوا بتعرفوا. طيب هلا السر شو؟ السر بإضافة المي, لأنه هاي البينتينج هي عبارة عن ووتر كولر. رح أبلش بالزاوية. ها وفي شوية بلاك أنا شايفة كتير كتير صغار. هاي 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 في شوية بلاك. اوكي حطيت أبيض أسود من هاد. اوكي حكينا هذيك المرة عن الألوان كيف بدنا نشتريهم وكيف بدنا نفرق بين الألوان. برجع بقولكم إنه أنا غلطت يعني وصيت على ألوان وطلعوا جلوسي glossy colors لأنه ما في عليهم مربع. بتتذكروا وقت أنا شرحت بالفيديو إنه إذا الألوان عليها مربع نص. طيب بس أفرجيكم شو قصدي. يعني this paint when you gonna go to the stationery and buy paint, هاي paint box if it's half full half empty that mean إنه it's opaque, يعني فيه تغطية. if it's empty كله شفاف معناتها هذا شفاف, يعني ما تشتروا يعني تشتروا ازرق بضل بس بيطلع شفاف فيه شفة ازرق. لازم تشتروا الالوان دايما يكون يا هاف مشان ميكسينج يا فل مليان. اوكي هاي بكل البينت مو بس بهذا. طيب رح احط مي, ححط مي. انا جبت كاسة مي هالمرة وبدي اعمل زوم ان. اوكي وابعدكم هيك شوي. Are you fine? كيف بدي ننزل هاد شوي هيك؟ اوكي نزلته. يلا هلا يلا مع بعضنا. انا بس عم بحط مي بس طلعوا شو my brush is dirty so طلعت المي مالها نظيفة. رح اغسل البرش كتير 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 منيح. اوكي make sure it's clean. رح استخدم تشوي لأول مرة. ها انا دايما بستخدم بنطلوني بس هالمرة مشان تطلع كثير نظيفة اكسترا نظيفة. اوكي يلا مي ستيل المي وسخة انا شايفتها. I think I need to change the water itself. ما بيأثر. رح اخد الواتر كولر. نرجع منعيد بناخد كثير جزء صغير من اللون. اوكي واغلبه خليه يمشي اللون جوات المي اللي حطيناها. انا رايحه اغير الووتر كاب لانه الووتر كاب از فيري ديرتي. طلعوا كيف لا I have to change it. ما بيصير هيك. this one is perfect. هيك لازم يكون. ما ريحته ما اوكي شوفوا this is the cup should be clear water. اوكي حارجع احط مي just water مي. لذلك قلت لكم انه سكوتش تيب ذا ايدجز للوحه لانه كلنا نستخدم مي فيها. اوكي ما عملنا تكنيك معين. وي جست اد ووتر. ذس از ذا ووتر كولر حلاوته. ها ما فيه تكنيك. وإذا دربت هيك عادي كتير عادي. شوفوا كيف صار. هلا بدي أخذ ال رح أخذ ال purple و little touch of blue. عامل هون شوي. هلا بالwater color you have to be little bit fast كرمال ومسح. بعدين purple very clear touch of purple هون.
هلا تقريبا هون في ليك عندي شايفتها بدكم تشوفوا اللوحة. I don't paint. I like your painting. Thank you. رح احطها هون شايفينها ولا لا؟ كالعادة هلا بيوقع. Alright. Anyways. رح احط touch of pink. هلا يلي ما عنده purple واللي ما عنده pink شو بيعمل؟ رح احطها لهيك لفوق شوي. شو بيعمل؟ اكيد بدكم تخلطوا ازرق احمر. سجلوا عندكم ازرق احمر crimson red phthalo blue and ابيض and white. اوكي this is makes purple. وبعدين البيربل بدكم بتمددوه بالمي. ما ضروري انه يكون عندكم exactly the same colors. اوكي خليني اجيب البينك. في بال in the middle I can see touch of pink. هلا I can see انه my colors اغمق شوي من the artist color. So رح اترك مسافات بيض كرمال نعمل ابيض ابيض ننظف اللوحة. اوكي especially here. اوكي شوي هون. I'm gonna bring white. هي لحد هون بعدين في عنا ليك نبلش فيها بالبيربل. انا عم ببلش باللون الورق يلي هو هاد بعدين الاغمق بعدين الاغمق. اوكي شو عملت انا؟ تذكرت حط ازرق هون. هي ضربة الفرشاية كتير بتأثر ونوع الفرشاية كتير بيأثر. رح اطلع من هون على اساس like bushes from back يعني كأنه في شجر بس مش ما كتير مبين يعني يدوب هيك وهيك يدوب مبين. اوكي مش ازرق سوري purple I mixed it little bit with ازرق. بلش يغمق كل ما قرب الشجر it has to look like 3D انه هون الشجر ابعد فافتح اغمق اغمق اغمق. اوكي هاي البيربوس تبع الارتست انه هو عم غمق sometimes بفتح sometimes. اوكي هلا هون في شجر اعلى ولا خلينا نعمل ريفلكشن قبل. يلا خلينا نعمل ريفلكشن قبل انعكاس. شفتوا كيف عملتها؟ هي التكنيك اسمها wet on wet يعني هي it's wet and also I add wet يعني ما بستناها لتنشف. اوكي رح اطلع لفوق هيك وهون وهون. انا رح اجيب ابيض اجيب ابيض. اوكي ومشي هون محل البرايت سايد touch of white. طبعا touch of white has to be very clean brush. نرجع من عيد الwater color clean is the most important thing. clean water and clear color. شوفوا ما مأثر كتير الابيض بس انه هيك تنظيفة صح فرق عليكم تعطي عمق للوحة يعني it makes it more deep and 3D. تحسوا انه هيك اللوحة صارت اغمق. اوكي انا شايفة هون وهون عم بتبع على اللوحة انا معكم ما عم بعمل اي شيء من راسي وهون بس بطريقة بلندنج يعني حلوة يا جماعة. قالوا لي مين شاف ومين شاف انه حلو عم نشتغل فيه. طيب هلا نفس الموضوع رح نعمله داون بس التكنيك از ستريت. هون كنت عم بعمل هيك راوند تكنيك هون ستريت. رح احط ووتر قبل الشيء مي عامله وات. شوفوا قد ايه حلو الووتر كولر انا كثير كثير صار عم بحبه. بصير على كانفاس وبصير على ورق. هاي حلاوته للووتر كولر يعني يو دونت هاف تو جو كانفاس وقصص اذا ما عندكم هالانترست فيكم تفتحوا
تبدو بكثير اشياء بسيطه اللي هي الورقه عاديه. شوفوا انا عم بعمل ريفلكشن، يعني خلينا نتخيل انه هون في شجر وهون عم نعمل الخيال تبع الشجر. I don't have to go so much dark as a beginning. والتكنيك هي straight technique as I told you. هيك وفي وراها pink شوي، انا عم بجيب pink. خليني احط لكم ال ابس اجا لولا على مو pink. The brush is dirty. رجعنا نظفنا. حطوا على سبوت نظيفة. اوكي. Analyzing the color يعني تحليل اللون. انتوا وقت بتصعب عليكم لوحة بتحللوا شو في الوان، بتقولوا لحالكم انه هاي it has blue and green and not green, blue, purple, dark purple, lighter purple. بعدين تعرفوا حالكم كيف بدكم تبلشوا. وبالووتر كولر مثل ما لاحظتوا ما في داعي تبلشوا بالاغمق للافتح. It is what it is. يعني انه بلشتوا بالاغمق معلش، بلشتوا بالافتح كمان معلش ما بيأثر. مو مثل الاكريليك دائما بنبلش بالغامق بعدين بنفتح. حلوة صارت. لا انه هي ما مبين الديتيلز تبعها بس انه لسه مبين انه راح تطلع حلوة. Purple رح نغمق هون شوي purple و violet. Violet and purple. Violet and purple. هون شوي. هيك الواتر فيلينج از سو امبورتنت، انه تطلع كانها مي حقيقيه. اوكي هلا رح نحط الابيض اللي هو هذا في النص. نشفنا البروش منيح. هل اد مور وايت جايز؟ ار يو فولوينج؟ قولوا لي شو عم بيطلع معكم، عم ترسموا ما عم ترسموا؟ ان شاء الله هالدرس ان شاء الله هوبفلي رح ينزل على الاي جي تي في بلا مشاكل. و اذا صار مشاكل ولعب معنا هالانستغرام مسجلتها للحلقه فينا ننزلها بعدين. شوفوا شو عم بعمل انا، عم حط ابيض وبما انه هي ويت لحاله عم بيطلع اللون اتس لايك لايت بينك، فيري لايت بينك. اوكي خليني هون افتح كمان. عم تحسوا الفرق وقت عم بحط ابيض قد ايه عم يطلع حلو، قد ايه عم يصير نظيف. ناو اغمق شوي. اوكي اخذنا ازرق، بدي اعمل اللاين اللي هداك بعدين بالاسود بعدين، بس قبل لازم اعمل بالازرق. اوكي هي الشجره هون، في شجره هون. I'm just doing like that. شوف كيف يمين يسار، هي شجره يمين يسار، هي شجره، بس انه بالمنطق لازم تكون شجره من فوق اضيق من تحت. اوكي هيك وهكذا هون هيك. I'm pushing it up. انا كثير حابه اللوحه، او يمكن هيك صايره عنصريه للواتر كولر. شوفوا هاد انا عم برسم هاي. واو هذا ماي سان باي ذا واي عم بشجعني ابوسه. اوكي طبعا سينس انا اي ديد هير I'll do the reflection right away. So here I'll go down as a reflection يعني. وهون I'll push like that same like it. اوكي وبعدين هون كمان رح اعمل reflection same as this one. طبعا ليش الافكت عم بيطلع بهالحلاوه؟ ثانك يو. ليش الافكت عم بيطلع بكل هالحلاوه؟ لانه I'm using canvas material. If you use canvas material اكيد رح يطلع معكم هذا الافكت اللي هو كثير حلو. اوكي عم نشرب قهوه، تفضلوا. احلى شيء انه when you do painting، خليني ابعث لكم شوي احكي معكم. When you do painting انه يكون في مود للبينتينج، ما يكون بس انه I have to do this because I have to do it. لانه if you are not in the mood thank you so much
If you're not in the mood, you're not gonna have a nice painting and you're not gonna have a nice result. So please, when you do any, حتى أي شيء بتعمله بالحياة إذا ما كان بمود حلو ما حيطلع معكم شيء حلو. So make a coffee, put some music when you do painting. ما تعملوا painting كأنه درس math أو something you have to learn. عرفتوا هاي الشغلة بقولها دائما لطلابي بدرس الرسم, حتى معروف درس الرسم in Dubai اللي رح نعمله ابتداء من جولاي وأغسطس. رح يكون في دروس رسم لكل الأولاد وكل الليديز. بنحط ميوزك, بنعمل بوب كورن, كل واحد عنده ستاندو. يعني it's like fun more than lesson. بيتعلم وبيتسلى الواحد. What's 2 hours؟ يعني شيء بيتسلى فيه واحد أحسن من البلاي ستيشن اللي عم بلعبوا فيه الأولاد طول الوقت. Alright, شو نعمل؟ شو قلكم نعمل؟ نعمل الأسود ولا نعمل البيربل فوق؟ خلصنا الأزرق basically. في هون هي touch of dark dark blue. خليني بلش بالبلو وهي بلاك على فكرة ما بلو. اوكي وانزل لتحت reflection purple هون, ما بعرف ايش حاطين. اوكي اللي عم بيدخل هلا وما شاف الحلقة من الاول, you can watch it on IGTV بعد ما يخلص هالدرس. بتدخلوا على my account وبتلاقوا painting step by step. You can pause it and restart it. يعني تحسنوا انه تركزوا فيه اكتر. اوكي هلا purple, I have to do this purple leaf. I have to do it water again هون. خليني ارجع اعمل مي. شفتوا شلون touch of water؟ خليني اصغر اعمل zoom in. اوكي على فكرة هذا اللي هون هذا لوجو شايفة من الصورة اللي وراها. I'm so sorry. شفتوا شو عملت انا هلا؟ I'm just putting water and هيك purple. هلا رح ارجع اضيف لكم purple. لا مو purple. فيولت اللي هو بلو بيربل. تعال امسح القهوة. مكتوب عليه كوبالت فيولت. هاد لونه, شوفوا فرقه. هذا اللايتر وان وهذا ذا داركر وان. شوفوا الفرق ولا ما مبين عليكم؟ يلا رح اخذ فرشاية اصغر او بوشي وان, يعني هيك راسه, وبعدين I will tap here and I will tap here. شوفوا ما أحلى. واو واو واو. وبعدين هون I'll go like that. طالع هيك لغير الجهة الثانية. وبعدين just gonna tap 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 tap. Alright, هلا بما انه خلصنا the small part, the smallest part, خلينا اعملهم كم وحده pink. انا هيك شايفه بالبينتينج وهون هيك very هيك soft كثير ناعمين. انا بس عم باخذ dry brush and I'm just tapping like that. Tap 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 tap. Okay, رح ارجع للبرش تبعيتي الفيفورت brush which is a flat brush and I'm gonna add شفتوا كيف فرشت ال حطيت مي وكبرت الورقة أكثر. أوكي guys, مين عم يرسم معي؟ Please let me know if someone is painting with me. Look how nice it is. إذا في حدا عم يرسم معي يقول لي ألوان البينتينج آر فيري نايس عن جد هيك رايقة. بيربل سمتايم سم بيبل از ذا فيفورت كولر از بيربل نوت مي, بس يعني كثير في ناس الفيفورت كولر تبعها هو البيربل. وات از يورز؟ شو بتحبوا لون؟ وات از يور فيفورت كولر جايز؟ قولوا لنا. اوكي عم تشوفوا شو عم بصير؟ هلا رح تلاقوا الفرق العجيب وقت رح اعمل
الشجر. It's gonna be a huge difference. Okay, I'm gonna take number zero brush, very small one. Okay, وراح أعمل ال هذا الجزء الشجرة. بقول like that, بعدين بوقف like that, بوقف. Okay, like if إنه نازل من نازل يعني جاي منا. Alright, my favorite color is yellow. Good job. Now I will do the reflection carefully. إنه الرفلكشن لازم يكون لونه أخف من اللون الحقيقي اللي أنا نعمله فوق. Okay, so I have to do the second one here. And the third one is here. High. Up, down. شوفوا كيف عم بعمل الفيلينج تبع التري نفس الوقت مقطوش كأنه عم يدخل الشجرة جوات البرانشز عم بتفوتوا لجوا. اوكي اوكي انا رح اعمل هذا البارت اللي هو انا حبيبته. قلت لكم رح نستخدم فان برش, رح نستخدمه فور ذس for this purpose. خليني اعمل هاد part first. يلا very light lines, thin line, very fine lines. Exactly, we're gonna do the same down. بس رح أغسله عشان يطلع اللون little lighter. حلوة guys. Okay, أنا I have a feeling إنه I have to أكتر شوي tapping هلا. هون بكتر بعدين. خليني أحط مي. وأسود. أوكي بعدين رح أعمل هيك water fan brush. طيب هي في إلها other technique اللي هي بننفخ اللون بس I cannot do it بما أنه مسبت البرش يعني بيحطوا اللون هون وبينفخوه فبيتجمع وبصير بهي الطريقة. ما رح أحسن أعمله سو رح أجيب الفرشاة الصغيرة و I'll do it manually. Purple white هاي blurry. شو قولكم؟ As I told you, painting you have to be patient. إذا حسيتوا my your painting إنه ما كتير حلوة, wait until the end and see. Give it a chance. هلا أنا حاسة my painting needs a lots of work. So why not? We can improve ourselves. حلو يا guys اللي عم بيدخل هيك جديد ك first impression. You like it? I can do better. بس حلوة so far, not bad. خليني أحط tops مثل العادة هون هيك. نظف البرش. أكتر. من ال purple effect here. صح؟ انتو معي بهالقصة. وهون
اوكي رح اعمل نفس اللي عملناه فوق بس هون شوي على بينك انه على اساس ريفلكشن بس انه alright. هلا شو هذا الاحمر اللي هو انا مش عارفه وايش شو حاطين ليش حاطين هون حاطين هيك هذا اللون anyways I'll do white. Thank you انه عم تقولوا لي حلوه لانه انا ما كثير شايفتها ظابطه بس because لانه ما خلصت مو لانه ما يعني it's nice so far بس needs more work مثل ما قلت لكم راح احط ابيض وسكينه اوكي راح اجيب هذا الابيض هيك وروح اوكي Nice, no? Thank you. Glad you liked it. All right. شو رأيكم؟ نظفت البرش this one very good. أنا بدي أحط white touches. هون ايه صار غير لون شفتوا يلا اتس فاين نحط وايت تاتش هون على خط الهورايزن لاين يعني هون هيك خط الافق ويسمج توجذر لانه كل القصص بلوري انا اذا بعمل لكم زوم على اللوحه عن جد كثير Nice. If you zoomed in. أو إذا أنتوا هون كنتوا. رح أرجع أضيف أبيض شو رأيكم؟ You like it? Thank you. وهون. أنا إيش عم بعمل contrasting يعني. شوفي highlighting أكثر. شوفي محل أفتح من فتحه أكثر. في محل أغمق من غمق أكثر. هيك بيطلع more effective يعني more artistic let's say حلوة عم بيضل بيمشي حال البرش ما هو alright you like it guys so beautiful I love the colors thank you طلع it looks like the painting صح it looks like it It does look like it. Fee touch of red. I don't understand why these touches of red are exist. Still, I'm gonna do them. I like them though. هون وهون وهون. It gives like the painting شوي. هيك تغيير لون يعني عرفتوا؟ تغيير شكل عن ال purple shade. So I'll take this brush. يلي هي أصغر straight. Yellow is my favorite color. All right. هحط هون بس اضيف مي شفتوا كيف عملت نقطة فرشت لحالها لأنه it's watercolor و it's wet هون وين في كمان هون I'm doing each one or reflection تبعه and voila خلصت البينتينج yes it's not I want to do like it on t-shirt wow this is really cool idea I like the idea انه تعمليها على t-shirt I don't know if you speak Arabic بس on t-shirt you cannot do the wet effect that I did لأنه I did I make the painting very wet وبعدين I to get this effect عرفتوا كيف يعني عشان نحصل على نفس النتيجة it has to be wet painting كأنه هيك أحلى يلا sign your paintings
وهوب يو لايك ذا كلاس ورح نعمل فوت عن جد. Yes you can. All right. Maybe you can. رح نعمل فوت على النكست لسن انه وين اتس غانا بي. تمام. اذا فيكي تحكي عربي بيرفكت عشان لانه فهمتي على كل الدرس. رح نعمل درس every two weeks as I told you. وشوفوا الفرق ولا كثير حلوة. Hope you like it. How many minutes أنا صلي عم بعمل الدرس عشان ما يروح هذا عشان ما يروح. طيب أفرجيكم بقى الشعور الساتيسفاين كثير كثير كثير. Look أنا كثير بحب هذا الشغل وقت بتكون خلصوا اللوحة وبتشيلوا الجناب تبعيتها. Alright هيك بيطلع الحرف straight ونضيف. شفتوا the other parts here. As if it's like framed. كأنه عاملين لنا فريم للوحة. تدا. You like it? لسه 40 دقيقة. ايه الحمد لله لأنه ما بدي يصير معنا مثل هذيك المرة وآخر درس وآخر وآخر. شفتوا كيف لما فتحت اللزق كيف فورا اللوحة عملت هيك. That's why عم بقلكم انه من الأول حطوا سكوتش تيب على جوانب البينتينج قبل ما تبلشوا ترسموها. هاي الريزولت كانت و hope to see you next class. I have to end the live session لأنه خلصنا كل اللوحة. ليك هاي اللوحة الأصلية. اوكي وهي اللوحة اللي عملناها. It's so similar to it. See you next week أو الأسبوع اللي بعده بس حسب ما تصوتوا أنتوا إنه هل نوقف art class لأن أنا صار عندي physical art class صار عندي يوم هون بالمرسم أو نعمله مرة بالأسبوعين يعني twice a month. عربي لا معلوم what to do. I'm so sorry I finished this class. Okay, see you next time. Bye.